عسلمتكم. بخصوص تنظيم العلاقة بين المسوغ والمتسوغ اللي كانت موضوع حلقة اليوم، النصايح اللي نقدمها لكم واللي تنجم تفيدكم في خصوص الموضوع اللي تطرح اليوم، هو انه كمتعاقدين كمالك للجدران كملاك وكمكتري، ماذا بيكم علاقتكم الكرائية تكون منظمة كتابيا، ما تخليوهاش علاقة شفوية ماهيش منظمة بجميع تفاصيلها، ماذا بيكم تحدوا مدة الكراء واللي هو المصلحة المتسوق اللي هو المكتري، ماذا به المدة تكون طويلة نسبيا باش توفر له الاستقرار النفسي والعائلي ليه، ماذا بهم يحدوا معلومة الكراء اللي هو ماذا بهم يكون معلومة عادل يتناسب يعني مع المقدرة الشرائية للمواطن، ماذا بهم يحدوا زادة نسبة الترفيع، هل انه باش تكون موجودة وهل انه باش يرفع سنويا والا لا، ويتم تحديدها يعني وفقا لمعايير موضوعية.